السلام عليكم، هعمل معاكم النهاردة فطيرة بعجينة الباف بيستري بطريقة سهلة جدا، مش هتاخد اي وقت. انا شفتها كترند على التيك توك، كذا حد عاملها فقلت اجربها، بس جربتها بحشوة مختلفة. ممكن نحشيها بحاجات كتيرة جدا زي ما انتوا شايفين كده، بتطلع حلوة قوي وشكلها جميل، وفي التقديم بتبقى ممتازة جدا. والمكونات بتاعتها ابسط من البساطة. المكونات انا استخدمت عجينة باف بيستري جاهزة مجمدة، إلا العجينة دي الباكت ده أنا استخدمت منه 2 عشان يكفوا صينية 30 سنتي. عندي هنا جبنة موتزاريلا وجبنة حلوم مبشورة، عندي سوسيس، عندي زيتون ميكس، زيتون أخضر وزيتون أسود، وعندي بيضة لدهن الوش الفطيرة، وعندي حبة البركة عشان أرشها على الوش بعد ما أدهن البيضة على الفطيرة. قطعت هنا الباف بيستري بالصورة دي زي الشرايط بطريقة طولية، وهبدأ أرصه في الصينية. انتوا ممكن يا جماعة الفطيرة دي نحشيها حاجات تانية مختلفة، ممكن نحشي فيها لحمة مفرومة ونحط عليها جبنة مثلا مع اللحمة المفرومة، ممكن نحط فيها زعتر مع الجبن، ممكن نحط فيها سبانخ مثلا، بتبقى السبانخ بتتعمل مع سماق وبصل على النار، وبعدين بتتحط ويحط عليها زيت زيتون برضو، السبانخ بتدي طعمه ممتاز جدا. ممكن تجربوها بكذا حاجة وانا بقى اجربها لكم بكذا حاجة. حطيت هنا الجبنة، وبعدين هحط عليها السوسيس، ممكن السوسيس كمان يتبدل ببسطرمة، هتبقى طعمها حلو قوي. وحطيت انا خليط من الزيتون الاسود والزيتون الاخضر، ورشيت عليها رشة من الكاتشب برضو، كمان لو اتحط عليها باربيكيو صوص هيدي طعم حلو قوي، بس انا ما كانش عندي فحطيت بس رشة من الكاتشب عليها. وهبدأ احط بقية الباف بيستري العجينة. طبعا عجينة الباف بيستري بتبقى زي عجينة الكرواسون شوية، يعني بتبقى دسمة، فانت مش محتاجين نحط عليها اي دهون لا في الصينية ولا في العجينة نفسها. فحطيت هنا البيض على الوش، كان عندي بيضة محطوط عليها ملح وفلفل اسود عشان زفارة البيض، ودهنت وش العجينة زي ما انتوا شايفين، ورشيت رشة من حبة البركة. ممكن انتوا ترشوا سمسم او ترشوا خليط من حبة البركة والسمسم. هدخلها دلوقتي الفرن على حرارة 180 درجة بالرف الاوسط، وهوريكم هتطلع ازاي. زي ما انتوا شايفين كده طالعة شكلها يجنن، شكلها حلو قوي وبتفتح النفس، ولو قدمتيها لو عندك اي عزومة هيبقى شكلها حلو قوي، واسهل من عجينة البيتزا. لو انت ما عندكيش وقت تعجني بيتزا ممكن تعملوها بالطريقة دي وتقدموها في اي عزومة عندكم، مثلا لو عشاء او حتى في الفطار، لو بدل ما تقلوا سمبوسة او كده تعملوها، اسهل كتير من لف السمبوسة وقليها. هقطع لكم بقى دلوقتي منها قطع عشان تشوفوا شكلها عامل ازاي من جوه. طبعا الجبنه سايحه فيها مع السوسيس، في ناس ما بتحبش السوسيس او ما بتحبش اللحوم المصنعه، فممكن يستخدموا جبن بس او جبنه وزعتر، ممكن نوع الجبنه نفسه يتبدل، يعني بدل الجبنه الحلوم والموتزاريلا ممكن تحطوا جبنه مثلا تشيدر ورومي، هتبقى حلوه. انا بقطعها لكم، هي سخنه جدا فبقطع لكم قطع منها دلوقتي واوريها لكم من جوه عامله ازاي. زي ما انتم شايفين كده هي طعمها طلع حلو جدا. هفتحها لكم، عجبت ولادي جدا، الولاد ممكن يحبوا الوصفه دي جدا بالذات اللي فيها سوسيس، انا عندي ولادي بيحبوا السوسيس فهتعجبهم جدا. يا ريت ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير على القناه بتاعتي وتشجعوني، ومتشكره ليكم ومتشكره اللي بيتابعوني، وكل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفاء يا رب عليكم.